صريخ وين راح نكون ترى عنكم ترى عنكم ترى عنكم ترى عنكم ترى عنكم ترى لا 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 كل هذا بالكون ولا حريمي شو هاي سمعت نازل موري جديد وما قلت لي لا ونازله باكيجات كمان والله لقلب الدنيا قلب عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوكم شو شغله زين وياكم ايفر ابو شوارو. اليوم يا اخوان مقطعنا راح يكون قوي ومنتظر. تخيلوا اني سهران هذا المقطع على مود اسوي. تخيلوا صار الاسبوع انتظر بيه. اكو مود كلش كان عاجبني ببجي موبايل واخيرا نزل. يعني يا اخوان انا كلش متحمس. انا حلسه ما شايف شيء على المود ما لعب بس متحمس حيل هواي. لا وما راح يكون بس عندنا مود، حيكون عندنا تفتيح باكيجات مدللكم لولا. فانا كلش متحمس ما اريد اطول بالمقدمه قبل ما نبلش. لا تجون الحلقه الثانيه خلينا نوصل هذا المقطع 100,000 لايك يا اخوان. واللي مشترك بالقناه يا اخوان يشترك بالقناه، يعني اعرف نسبه كلش كبيره من اللي تابعوا المقطع ما مشتركين بالقناه. اريد نطب ال 100 مشترك واخر شيء يضيفون على الانستغرام هنا. بس حط لنا الانترو. اوكي يا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايه راح تسالني عزيزي المشاهد، راح تسالني ايفر شنو هاي الطياره دت المع الزرقاء؟ هسه اجيكم. ايفر قول لي هاي تودي للمود. بس شوي على كيفكم. بالبدايه نفتح باكيجات نطلع السكن الجديد حتى من نطب جاهزين جاهزين، فهمتوا شلون؟ فحاليا عندنا 10,000 شده يا اخوان، راح نفتح بها باكيجات، راح نطلع شكو شيء قوي يعني ايزي. نازله عندنا باكيجات جديده يا اخوان، راح نجي نشوفها انا وياكم ونطب البدايه هنا. وراها نجي على كلاسيك كرييت او الصندوق الكلاسيكي، راح نلقى هاي الباكيجات الشقاقيه نازله هنا. اول شيء عندنا هذا السكن اللي هو فيكتوريان ميدن سيت، طبعا سكين كلش حلو، صدق عجبني. ثاني شيء عندنا الشعر اللي يجي السكين او هاي الباروكه يا اخوان مثل ما تشوفوها ببالكم، وعندنا من هاي الجنطه اللطيفه يا اخوان، جنطه كلش حلوه، وعندنا هاي المال شو يسميها؟ مال المطر شمسيه، عندنا شمسيه مال المطر، واخر شيء عندنا هذا الشيء الرهيب اللي انا اتمنى يطلع لي اللي هو هاي السياره يا اخوان، يعني بس مجرد حلوه. فما اعرف اذا اليوم راح تطلع لنا اشياء حلوه ورهيبه لو لا، بس ان شاء الله حظنا يكون حلو وتعرفون كل زين. ايفر هو ملك الحظ وملك الباكجات. فاني يا اخوان حاليا جدا 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 جاهز، صدقوني حظي حيكون كلش قوي، حيطلع هاي الاشياء من البدايه. وقولوا ايفر ما قال، وقولوا ايفر ما قال. اخ بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي نجي نطبع الباكجات. طبعا اللي يريدون يشوفون الحدث شوي انتظروا. نجي ندخل على الباكجات يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبلش حطوا لنا لايك اشتركوا بالقناه اذا انتم مشتركين. نفتح اول باكج. اوبا وقعنا في الكمين، انزلوني باش نفتش العربيه. ما اقدر اصيح لانه الساعه 3 فجر بالليل، ما اقدر اصيح، مسوي سكيب ما ادري يا اخوان، ما اقدر احكي غير انا غير ما اقدر احكي. هو غير اول باكج؟ شنو يا اخوان؟ مستحيل والله اول باكج، والله العظيم انا والله ما اعرف ايش احكي والله. ما يعني خلي اروح افتح والله يا اخوان استاهل لايك والله العظيم، استاهل تشتركون بالقناه. خلينا نروح نفتح الباكج الثاني. مصدوم. اوكي خشب الباكج الثاني شنو يطلع بيه يا اخوان؟ ان شاء الله يطلع بيه شيء قوي. تخيل من اول باكج تخيلوا. اوكي هاي الشفقه الحمراء اللطيفه. هذا مو يا الباكج. اوكي حلو كصندوق حلو جدا جميل. انه انا من اول صندوقين اول صندوق طلع لي هذا السكن مثلك احمر يا اخوان. اوكي ما راح احكي هالمره، راح اسوي خدعه، راح اشوفكم الساحر ايفر شو يسوي. طبعا انت مو راح تلبس السكن هنا يا اخوان الجديد، لازم تلبس ويا يا اخوان، لازم هاي الباروكه مال الشعر. شو نسوي؟ طبعا اني اريد السياره. اذا اليوم ما طلعت السياره انا اريد السيارة. ندوس السيارة، راح نخليها كأنه تمشي عليك، جاي عليك كأنه عليك هي، وتفتح الباكج السيارة مضمونة. السيارة مضمونة يا اخوان، ما راح احكي. السيارة مضمونة، ما راح احكي ما يعني. اوكي نايس. يلا. عاد احنا يعني دللنا بأول باكج، يعني كافي أول باكج طلع لنا أقوى شيء موجود بسكن كويت بأول باكج، يعني شريط بعد ما أعرف بس تدري شنو. يلا بدون سحر. أو ماي جاد. يعني حسألكم سؤال، صدق ملك الباكجات لو لا؟ اوكي يا اخوان هالمره راح نفتح الباكج بخشمي. ليش ايفر بخشمي؟ لان خشمي كبير، ومن نفتح الباكج معناته حيطلع لي شيء كبير، شيء قوي، عرفت شلون؟ فبسم الله. اوكي. حلو، مش بدون غلطه القمة كبير. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خشمي طلع لي شيء. يلا خلي لزمه. لا مو يوم بي، لا. طلع لي شيء قوي خشمي. ابوسه يا من اصدق يا اخوان، طلع لي سكين كامل يا اخوان. شوف فيكتوريان ميدن هيد جير، طلع لي سكين كامل يعني. خلينا نكمل ايزي طلع الموضوع ايزي يعني يمي ايزي يا اخوان. اي احد يريد يفتح باكجات بخشمي يجي يدز لي على الخاص. اوكي المره شنو نفتح بالركبه؟ حلو ورب الكعبه.
رب الكعبة فتح. اوكي خلينا نشوف شنو راح يطلع. يلا ركبتي يلا ركبتي. ما ادري اوكي حاليا بعد لي 3 باكيجات تقريبا. اي 3 باكيجات. هذا السحر راح يكون شنو؟ تجي هنا تنزل 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 تروح على انفر الثلجي تدوس عليها 5 مرات 1 2 3 4 5 وتفتح الباكيج. وهذا يسموه الباكيج المغمض. راح نصل السماعه وما راح اشوف يا اخوان. اوكي راح اسد عيوني. قولوا لي انتوا اذا طلع شيء حلو. ها فتح. هو اني لو ما الساعة متأخرة حاليا كان صيحت الصياح خلت الجيران كله يسمع. تدوس على فرصة تجي 5 مرات تطلع لك. بس هاي ما تصير. بس يمي ديقراي اريد حظ رقمني. ايش ديقراي ما اريد شي بعد بس مجرد السيارة. ما راح اغمض ما اعرف شو احكي. الباكج كمل يا اخوان. طلعت لي الشمسية. والله اصفق النفس على هذا الحظ الاسطوري. يعني طلعت كل الموجود بالباكج ما عدا السياره زياده انفور ثلجيه. اوكي يا اخوان نجي نشوف الاشياء. طلعت لنا بدايه طلعت لنا هاي الشمسيه الجديده اللي هي فيكتوريا ميدن كروبار. وطلع لنا ايضا يا اخوان هذا السكن الاسطوري اسطوري اسطوري. شوفوا شكله رهيب بشكل مو طبيعي. وهم يا اخوان طلعت لنا هاي تسريحه الشعر اللي هي متكامله ويا السكن. في اخوان احنا حاليا طالعين السكن كامل. انا حاليا جاهز حتى اطب للمود اللي قلت لكم عليه بدايه الفيديو. بس بالبدايه خل احكي لكم قصه صغيرونه شلون صار الموضوع. طبعا تعرفون مرت هاي المراحل اللي هي هجموا بيها الجودزيلا والجودزيلا الحديديه حسب ما اسميها اني والكينج كونغ اللي هي غزو التيتان او غزو العمالقه. وخلال هاي المراحل راح تطلع هليكوبتر على اللوبي اللي شفناه سويه. هاي الهليكوبتر راح تدخلنا المود اللي هو اسمه تيتانز لاست ستاند. شنو صار هذا بي المود بالضبط ايفر؟ راح افهمك. فريق المشاة الملكيه اخذوا حاملات الطيارات وراحوا بيها للبحر على مود يستكشفون اثار الجودزيلا. ورغم هذا تم القبض عليهم عن طريق الخطأ في معركة بين جبابرة. وتقدر تربح نقاط من خلال هاي الأحداث الخاصة وتأخذ بمكانة مكافآت. فأنتوا جاهزين؟ أنا كلش جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخيرا خلص مكتوب قدامنا ستار جيم. كلش متحمس. 1 2 3 Let's go. Attention to all passengers. We are about to arrive at our destination. We thank the Inhuman Labs and adventurers for providing us intel about this area. Let's go. Ooh, Adani. Ya Allah. Energy detection device is responding. Ooh. Maybe our mission will end sooner than we expected. شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ شنو المفروض اسوي؟ I said 1 o'clock. A large energy source has been detected. Okay, okay. Ooh, شنو هذا؟ هذا وحش، هذا وحش. Look ahead. Something is wrong. اوكي يقولون اكو خطا اكو خطا بالموضوع. قام يهاجم قام يهاجم. اوكي اوكي شنو هذا؟ شوف ايش يسوي بالعالم. هذا الجودزيلا الحديديه يا اخوان. اتوقع ديجي علينا اوكي اوكي هياتي يا اخوان. رب الكعبه هياتي. وين راح؟ ميجا جودزيلا ميجا جودزيلا يا اخوان. لازم من كتله اتوقع صح. لازم من كتله. اوكي اوكي بسم الله بسم الله. لازم من كتله يا اخوان. لازم من كتله يا الربع. اخ دمج دمج. خلنا ناخذ كبر دمج لان ذني الاشياء تدمجني يا اخوان. اوكي اكو هذا يدمج الجودزيلا يدمج. وينه اخ تنوكت. والله تنوكت. متت يا اخوان. اقدر افوت مره ثانيه؟ شوفوا الطياره صارت فوق. اوكي خلينا نشوف اقدر افوت مره ثانيه. اي رب. اوكي اوكي اقدر افوت مره ثانيه. حلو. اوكي والله صعبه والله صعبه. انا ما توقعت انه احنا لازم نلعب. صعبه يا اخوان والله صعبه جدا صعبه. اوكي. راح يهجم علينا. ويلي قام يهجم يا اخوان. قام يجيب علينا واحد واحد. توقع راح نصعب الطيارات. اوكي عبرنا هاي المهمة. حلو. حلو صعدنا بالطيارات يا اخوان. اوكي ليتس جو لازم نهاجمه. اويلي راح يضرب عليهم. لك عاش الجودزيلا يجي. الجودزيلا ده ينقذهم يا اخوان. اجي الكونغ. اجل كونغ.
Godzilla and Kong saved us. Godzilla and Kong نقذهم يا اخوان، نقذهم من هذا الوحش. اوكي اتوقع احنا راح نلعب. يب لازم نضرب الدرونات احنا، لازم ندمج 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 يا اخوان. سريع سريع. اوكي اوكي لازم نركز لازم نركز لازم نركز. ندمج ندمج ندمج. قولي راح تصير يا اخوان، راح انكتل راح انكتل راح انكتل راح انكتل راح انكتل راح انكتل. يلا يلا راح انكتل. اوه عنده دم ثاني، عنده دم ثاني. لا 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 انضربوا طيارتنا انضربوا طيارتنا انضربوا طيارتنا. لا 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 لا. اوكي 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 نايس نايس نايس. طلعنا منها طلعنا منها. اوكي 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 عنده دم ثاني عنده دم ثاني، لازم نظل ندمج بيه يا اخوان، لازم نظل ندمج بيه. شويه صعبه بس نحاول نحاول نقدر نسويها. اوكي يظل دمج بيه يظل دمج بيه. اوه حلوه كونغ، حلوه كونغ. الكونغ ده ينقذنا وربي. راح يموت راح يموت راح يموت. عاش جودزيلا راح يضربه، جودزيلا راح يضربه وربي راح يبلع وربي راح يبلع. ضاع المنظر. عاش بلع مات مات. توقع راح يموت صح. اوكي اوكي خلينا نضرب على هاي الاماكن اللي هم اشر عليها. اوكي اوكي نقدر نسوي نقدر نسوي يا اخوان، احنا لازم نكتله احنا لازم نكتله. اوكي اوكي راح ينضرب راح ينضرب راح يموت. اوه سويناه يا اخوان. بايكونغ بايكونغ هلا العب. اوكي اوكي العب. اوكي الجودزيلا راح يضربه. لك عاش الجودزيلا صار عصاب. يا هلا يا هلا. ويلي ويلي وين راح يضرب؟ قام يضرب صواريخ. تقدر الجودزيلا تقدر. لا 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 صارت بوكسات والله بيناتهم. لا لا يموت الجودزيلا لا يموت لا يموت. انا احب الجودزيلا. لا كولي هلا بالكونغ هلا بالكونغ هلا بالوحش. عاش عاش. اوكي اوكي دي ضربك. العب العب العب. رب الكعبة شالي شال راسي يا اخوان. والله كفو سويناه وقتلناه يا اخوان. الجودزيلا والكونغ نخذوني يا اخوان. المفروض كان الموضوع جودزيلا ضد كونغ، لا جودزيلا وكونغ صاروا اصدقاء. اضر او ماي جاد. لا لا ترى ترى قويه ورب الكعبه قويه. ترى مصدوم مصدوم اني يعني احس روحي حرفيا حرفيا احس روحي عشت فيلم. اه والله الموضوع كان كلش قوي يا اخوان ورب الكعبه الموضوع كان كلش قوي. ما ادري انا حل حل حبيت التجربه حل حبيت التجربه. اوكي طبعا يا اخوان قبل ما يهم مقطع اكو شغله سريعه لازم اشوفكم اياها. راح اخلي لكم رابط جوا بالديسكربشن رابط KFC. اذا تجي تدخلون الموقع حتشوفون هاي الصفحه اللطيفه قباكم يا اخوان. اكو بيها احداث حلوه بس الحدث الحلو اللي هو حدث ببجي موبايل اللي هو حدث كنتاكي ببجي بايل اللي هو هذا يا اخوان مثل ما تشوفوا قبالكم. حدث كلش لطيف يا اخوان بس هذا الحدث قارب على الانتهاء، فلا تنسون تشاركون بهذا الحدث ولا تنسون تستخدمون كود الخصم الخاص بهذا الحدث. والحدث هذا طبعا متواجد حاليا بدول الخليج ومصر، فالروابط راح تلقوها جوا بالديسكربشن. لا تنسون كود الخصم. اوكي بس يا اخوان لنكون وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع. طبعا انا كلش استمتعت. حبكم وايد كانكم اخوكم وايد. لا تنسون تحطوا لايكات واشتركوا بهذا المشتركين وبس مع السلامة. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.